بكم ومرحبا معكم في اول فلوق عندي على القناه ديالي. ان شاء الله نخلي لكم فلوق مفاجاه. بقاو معنا. السفر والترحال معروف من زمان بالحكمه والفائده الكبيره ديالو. ما كاين محسن من السفر باش الانسان يكتسب معرفه شخصيه عن الاخر ويخرج من القوقعه ديال القيل والقال والافكار الجاهزه. السفر والتجوال من الحكمة عنده مازال. سافر تعرف قدرك بلا تعطال، والمهم سافر مع صحابك تعرف طباعهم والحوال. فراه السفر مدرسة شحال من كبير كان عليها عوال. Eyes in the sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire but it's no use cuz you can't stop it from shining. اليوم انا مسافر لمدينة لندن اللي سمعت عليها الكثير، واليوم جاتني الفرصة نزورها شخصيا. وفي هذا الفيديو هذا غادي نقل لكم واحد الصورة موجزة لهذه الرحلة القصيرة. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? لندن معروفة بوتيرة العيش السريعة والحياة الصاخبة ديالها، واللي كتستمر حتى ساعات متأخرة بالليل. ولكن اللي تار انتباهي وانا كنجول في مدينة لندن هو التنوع الثقافي والحضاري الكبير في هذه المدينة، وكيفاش كل هاد الناس هادو بحضاراتهم وثقافاتهم المختلفة كيتعايشوا في مدينة واحدة وكيتشاركوا حضاراتهم مع الآخرين. بطبيعة الحال ما يمكنش نزور واحد المكان جديد وما نقلبوش على الاكل المحلي، واحسن مكان لهذه المهمه هذه هي الاسواق اللي كيعرضوا فيها الناس الاكل المحليه والاكل المشهوره بالمدينه، واللي كتمكن لك ايضا انك تختلط مع الناس المحليين لهذه المدينه. كيذكر لندن كيذكر التاريخ البريطاني العريق، وكذلك لندن هي مهد العديد من الجامعات والمعاهد العلمية اللي تعرفت منذ القرن 16 إلى يومنا هذا. لندن بها عدد كبير من المتاحف المجانية واللي غتخليك تعرف أكثر على التراث الإنجليزي وكذلك التراث العالمي. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you.
غادي يكون اخر فيديو في هذا الفلوق في لندن. ان شاء الله غنرجعوا بحالنا. لندن مدينه الطباب هي مدينه جميله اللي يعني ينصح بها واخا مره واحده في العمر. يس ان شاء الله الا كتبت غنقدروا نرجعوا لها مره اخرى. سينو ننصحوا كل شيء الناس كنعرفوا راه يجيو اون فيزيت على الاقل اسبوع لان فيها بزاف ما يتشاف. المهم ليلى كي جاتك؟ Very good. Very good. À conseiller et à refaire. Inch'Allah, inch'Allah. Anyways, this is the end. See you in another vlog.